اهلا بيكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. دايما بقول لحضراتكم في كل سيجمنت ليها علاقه بالتجميل ان معايير او ستاندردز الجمال دي بتختلف من بلد للتانيه ومن ثقافه للتانيه ومن مجتمع للتاني، بس في كده ممكن نقول شويه حاجات اتفقت عليها معظم السيدات ان دي مناسبه ليهم او ان دي معايير جمال ايا كان بقى البلد اللي هي فيها السيده دي. زي ايه بقى؟ زي ان شكل الجسم مثلا يكون متناسق، ان يبقى شكل الاور جلاس او الساعه الرمليه ان ده يبقى موجود يعني على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت يبقى شكل الثدي برده مناسب لشكل جسمنا او للشكل اللي احنا عايزين نوصل له. وفي بنات وستات كتيره جدا قالوا احنا عايزين سيجمنت تكلمونا عن كل حاجه ليها علاقه بتجميل الثدي، وبالفعل احنا استجبنا وعاملين سيجمنت مخصصه فقط لده. اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور علاء اللوندي، استشاري جراحة التجميل، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا وعضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل. اهلا بيك يا دكتور علاء ومنور شاشه اكسترا نيوز. ربنا يخليك، منوره بيكم. ربنا يخليك يا دكتور. واول حاجه بقى احنا عاملين سيجمنت دي لكل الستات والبنات اللي قالت نتكلم في الموضوع ده. اه طبعا ده موضوع مهم جدا جدا. طيب انا عايز اعرف حاجه، في سيدات كتيره جدا بتسال السؤال الكومن ويمكن بتتساله كتير جدا يا دكتور، هو الموضوع ده عشان ليه علاقه بالشق النفسي، يبقى انا ليا الاختيار اكبر بس يعني حجم الثدي او اصغره علشان دي حاجه تاثر في نفسيتي، ولا لازم يكون في مشكله او مرض معين عشان يعني ممكن اخد الستاب دي؟ بصي، هو مبدئيا كده جراحة التجميل هي جراحة مختلفة تماما عن أي جراحة تانية. تمام. لأن هي ليها طابع خاص. هو الفكرة من أي جراحة تانية إن أي جراح عايز يتم الشفاء على إيده بعد فضل ربنا، إن أنا ساي تعبان هشيل حاجة، ساي في مشكلة هعمل حاجة. إلا جراحة التجميل هو التارجت بتاعها هو الرضا. أوكي. إنك توصلي للرضا بتاع البيشنت. تمام. فهي دي الفكرة. أول حاجة إحنا لازم نقعد نشوف إيه أصل المشكلة، وإيه الهدف أو التارجت اللي أنت عايزة توصلي له. وبنتناقش في اولويات الموضوع، المفروض نعمل كده، لا الاولى ليك انك تعملي كده، لا الافضل ليك انك تعملي كده، وفي الاخر نوصل لقرار مشترك بيني وبين البيشنت عشان نوصل لنتيجه ترضيها. بس في الاخر انا لازم اعمل اللي انا شايفه صح، بمعنى اني مش هنساق ورا كلامها، يعني مش هي عايزه سقف التوقعات بقى. لا لا، هو اول حاجه لازم يكون الطموح واقعي، ولازم يكون الكلام منطقي. اوكي. تاني حاجه لازم اكون انا مقتنع باللي انا بعمله، انا مش مجرد بنفذ وخلاص. تمام. عشان اطلع النتيجه والريزلت اللي فعلا ترضيها وترضيني في الاخر. مقتنع بمعنى ان انا لازم مثلا اخد المقاييس او الميجرمنت بتاعت البيشنت. طبعا في مقاييس، طبعا ما ينفعش الموضوع يبقى فيك، ما ينفعش الموضوع يبقى شكله ان ناتشرال، ما ينفعش الموضوع زي بنت كتافها صغيره جدا وهي رفيعه جدا وعايزه تعمل حجم صدر كبير قوي، ده مش شكله منطقي. مش حلو، مش منطقي، مش حلو حتى طبعا. لو الموضوع ليه علاقه بالشق النفسي ليها هي، هي مثلا متضايقه من الموضوع بالظبط. هو بصي، هو ما حدش هيلجا لجراحه التجميل الا لما يكون عنده حاجه نفسيه مضايقاه، وخصوصا ان معظم جراحات التجميل بتبقى في حتت مستخبيه مش دايما كل الناس شايفاها. أوكي. فانا الوحيد اللي عندي في ان عندي مشكله، وانا الوحيد اللي محتاجه ان انا اصلحها. طب لو مسكنا جزئيه تكبير الثدي مثلا. تمام. في بنات بتقول طيب انا سامع عن تو اوبشنز قدامي او اختيارين قدامي، اول حاجه الامبلانتس. تمام. اوكي، اللي هي الحشوات التجميليه، وتاني حاجه اللي هي الفات انجكشن او حقن الدهون. تمام. هم مش عارفين ايه الانسب ليهم، كلمنا عن الجزئيه دي. طيب هو مبدئيا مفيش كريم ابدا بيكبر الصدر. اه ودي يهمني قوي ان انا اوضح او انوه عليها، مفيش حاجه اسمها كريم، في اكتب لي كريم يكبر الصدر او حاجه، مفيش حاجه اسمها كده. هما تو اوبشنز، مفيش تالت ليهم. مفيش كريم بيكبر الصدر. دي اول حاجه. عندنا تو اوبشنز، اما الفات انجكشن او حقن الدهون، او السيليكون او حشوات السيليكون. الفكره الحاله اللي بتفرض عليا انا مضطر اعمل ايه؟ ازاي بقى يا دكتور؟ بمعنى ان حقن الدهون هو له حالات معينه ما ينفعش ان انا افكر في السيليكون. حقن الدهون لو انا مشكلتي ان الصدر صغير قوي وعندي كميه دهون في جسمي تكفي ان انا اخد فيها فات واحقنها. يعني لازم يكون وزن البيشنت بالظبط، مديني مساحه، مديني ماتيريال اشتغل بيها، ما انا ما تجيليش واحده 40 كيلو وتقول لي احقن لي دهون. طب انا هجيب دهون منين؟ حته بقى يعني جزئيه كده في هجيب الموضوع ده. منين؟ طب ما اجيب دهون من حد تاني. ما دي يعني اه يعني دي برضه موجوده معانا. طب ما اجيب مثلا دهون من صاحبتي. ما كانش حد غلب، ما فيش الكلام ده خالص. يعني لازم الدهون من يعني نفس الشخص. يعني الجسم بيتعامل معاها كانها حاجه غريبه فبيريجكت زي الاورجنز. دهون ذاتيه هي اسمها حقن الدهون الذاتيه، ما ينفعش اجيب من حد تاني. فواحده مثلا ما عندهاش اصلا ماتيريال ان انا اخدها عشان احقنها في الصدر، فمش هينفع معاها حقن الدهون. واحده صدرها اوريدي مترهل، فمش هينفع مع حقن الدهون.
لكن هو حقن الدهون بينفع لواحده عندها ماتيريال كفايه اوكي صدرها مش مترهل مكان حلمه الصدر او هاله الصدر في مكانها الطبيعي طبعا. ودي ليها مقاسات من عظمه الترقوه ومن عظمه القص ليها مقاسات المفروض الدكتور بيمسك زي مازوره ويشوف هل الموضوع مناسب ان انا اعمل حقن دهون او لا تمام. لو المشكله مش في الابر بول يعني انا مش في الجزء العلوي بالظبط مش محتاجه املى فوق فبالتالي تمام. ساعتها افكر في حقن دهون في كل ما عدا ذلك مضطرين نلجا للسلك. قبل ما ننتقل لجزئيه الامبلانتس او الحشوات التجميليه في بنات بتقول طيب لو انا عملت فات انجكشن او حقن دهون انا دلوقتي بقى بعد ما عملتها العمليه والسيرجري ونجحت ومبسوطه جدا بالشكل تمام. خسيت بعد كده دي هتخس معايا أكيد هتخس ولا طبعا. يعني هتخس معانا هي بقت فات سيل خلايا دهنيه حيه تماما عايشه معاكي بتدخن معاكي بتخس معاكي تمام وخصوصا ان كمان حقن الدهون مش كل الدهون اللي احنا بنحقنها بتفضل هي بتفضل منها من 30 ل 40% تمام عشان كده ممكن نحتاج ريدو ري انجكت تاني في خلال شهرين او حاجه بحيث ان احنا نكفر الدنيا بشكل احسن يعني ممكن نقول ان حضرتك بتريكومند موضوع الامبلانتس او الحشوات التجميليه لا لو الحاله في عندي الحاجات دي كلها متلائمه وموجوده وعندي ماتيريال كويسه من الدهون مش هضطر اروح للحشوات لا اوفر اوفر طبعا طب بالنسبه للحشلات الحشوات او الامبلانتس تنفع لمين ممكن نقول مين الكانديديتس اي حد لنقول اي حد اي حد حتى الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول اي حد يعني الامبلانت ملوش سقف تمام خالص حتى الحالات اللي كان عندها كانسر وشالنا الصدر الامبلانت بنعمل ريكونستراكشن بالامبلانت يعني مفيش حد ممنوع من انه يعمل امبلانت يعني الجزئيه دي يا دكتور علاء برضو بتلغي لا ده لو انت عملتي اي امبلانت هيجي لك كانسر انا عارفه برضو ان في حاجات مغلوطه هو ده سؤال كتير وعلى المنتديات بتاعه النت بالذات الموضوع ده منتشر قوي بس هو خلينا نتفق كده ان هو لو كان السيليكون بيجيب كانسر السيليكون هو ده شكله ده هو ده شكله بالظبط وده مهم قوي الصوره دي لانها بتبين ان الامبلانت موجود تحت عضله تحت الصدر تماما أوكي. تحت انسجه الصدر اذا مش هتاثر على الرضاعه الغده اللبنيه مش هتاثر على الاحساس مش هتتحس من بره لان انت البريستيشو او انسجه الصدر كلها موجوده بره تمام الحاجه الثانيه لو هو السيليكون ده كان بيعمل مشاكل كانسرز او بتاع ما كناش حطيناه لاعاده بناء الصدر اللي اصلا واحده احنا شايلين صدرها عشان كان عندها كانسر تمام. طب الناس بقى اللي بتقول اكيد مش كل الحشوات او الامبلانتس ماتيريال واحد اكيد طبعا يعني بيختلف طبعا ازاي بقى يا دكتور كلمني زي اي ماركه في الدنيا زي العربيات في عندك عربيات من اول الصيني لحد العربيات العاليه جدا تمام الماركات السيليكون كل شركه احنا كجراحين عارفين كل شركه وعارفين امكانياتها وبالتالي مضطرين ندفع سعرها لو احنا عايزين التارجت ده فبالتالي لازم البيشنت يفهم ان انا مش رحت ركبت السيليكون عند دكتور فلاني ب 10 قروش وعند دكتور الفلاني ب 50 قرش فبالتالي المشكله ان الدكتور الثاني غالي لا هو ممكن يكون الدكتور الثاني حاطط امبلانت نفسها غاليه يعني الفكره كلها انها زي اي حاجه زي ماركات العربيات زي ماركات الساعات اي حاجه في الدنيا ليها ماركات وليها ليفلز تمام كل ما ليفل زاد كل ما مشاكل السيليكون قلت اللي هي ايه بقى مشاكل السيليكون بالظبط ايه هي بقى مشكله السيليكون المعروفه والمتعارف عليها هي حاجه اسمها الكبسوله الكبسوله دي السيليكون بيعمل غلاف حواليه والجسم بيبدا انه يعزل السيليكون ده عنه تمام كل ما الماتيريال زادت كل ما الكبسوله دي بقت ارق فبالتالي ما بتتحسش تمام طب مشكله الكبسوله فرضا حصلت هو كل الموضوع ان الصدر بيبقى شويه ناشف تمام طب لو حصل ده وده بيحصل مثلا كل 1000 حاله بتحصل في حاله أوكي. يعني معدل يعني يعتبر قليل جدا 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 ومع التطور بتاع الامبلانت بتاع التصنيع بتاعه بقى الموضوع بقى بيعتبر يعني نادر جدا يعني ممكن انا ما شفتوش في عمري غير مره واحده ما شفتوش خالص فهو قليل جدا انه بيحصل فساعتها لو حتى حصل بنخش نشيل الكبسوله ونحط السيليكونيه تاني يعني بس برضو كده. بس لكن ما ملوش اضرار على الصحه ولا اضرار على العمر زي ما الناس بتقعد تقول كده ابدا طب في سن معين يا دكتور علاء مثلا تقول لا ما ينفعلكيش انت لازم تستني يعني برضو دلوقتي عندنا ممكن نقول نوع من انواع الاوبسيشن او الهوس بالموضوع ده طبعًا. احنا دلوقتي اكسبوزد ومعرضين يعني طبعًا. بنشوف ستاندردز على مستوى العالم كله انا عايزه زي دي انا عايزه زي بالزبط. دي بيبقى عندنا الفكر ده ممكن تقولي مثلا بنت عندها 18 19 سنه لا مش هينفع تعملي حاجه زي كده لازم تستني بصي هو ما دام وصلت 18 19 سنه وحجم الثدي ما كبرش مش هيكبر يعني انا ما تجيليش واحده 14 15 تقول لي اعمل لا مفيش الكلام ده يعني 18 19 نبدا نفكر اوكي يعني احنا بنفضل دايما بنستنى ال 20 او بعد ال 20 عشان يبقى احنا الموضوع هي بقت نفسيا مش عشان مشكله صحيه عشان بقت هي نفسيا ركزه يعني أوكي. ممكن تكون افكارها وطموحاتها في الوقت الحالي بتتغير متغيره شويه بالظبط ممكن بعد سنه لا انا المقاس ده مش عاجبني او انا كنت محتاجه اكبر انا كنت محتاجه ترجع اصغر بالظبط فهو احنا بنستنى نفسيا اوكي يعني مش طبيا خالص لا مش مشكله طبيه طب لو حصل ان هي غيرت رايها
هنعمل ايه بقى؟ هي عايزه تغير مثلا، نركب اللي عايزاه بس كده، مفيش اي اضرار. الموضوع عارفه فك وتركيب بسيط جدا، والموضوع العمليه بتاخد اقل من ساعه زمن. اوكي. وساعتين وبتروح، يعني الموضوع يعني في نفس اليوم ساعتين بتروح، مش في نفس اليوم يعني ساعتين بالظبط وبتروح. أوكي. الموضوع فك وتركيب، يعني الموضوع ابسط ما انت متخيله. بالعكس لو انا عندي امبلانت قبل كده وداخل اغير مقاسها بتبقى الموضوع اسهل بكتير، لان اوريدي الباكيت او المكان مفتوح. تمام. فبالتالي بخش اشيل سواء اكبر سواء اصغر. عايز تغيري شكل السيليكون، لان السيليكون اشكال. أوكي. في شكل الدمعه، في شكل الراوند، يعني عارفه الاشكال. عايز تغيري شكله في اي وقت طاقت في دماغك عايز تغيريه، مفيش مشكله. الموضوع بقى بسيط قوي. طب الستات بقى اللي خايفه من جزئيه اصلا انا لسه داخله على جواز وخلفه وي وي وي، استنى بعد المرحله دي ولا ممكن اعمله عادي ومش هياثر على الرضاعه مثلا عندي؟ برضو زي ما هنرجع الاول سؤال، انت رضاكي عن مستوى الموضوع عندك واصل لفين؟ هل مقتنعه نفسيا انك تستني او لا؟ انا مش شايف في داعي. بيبقوا خايفين المخاوف عندهم أبدا. في جزئيه مثلا رضاعه. ما انا زي ما قلت لك دلوقتي في السيليكون واحنا بنعرض صورته هو تحت الغدد اللبنيه. تمام. فمالوش اي دعوه بالرضاعه ولا له دعوه بالاحساس، يعني مالوش دعوه بالحاجتين. فقدان الاحساس خالص مالوش دعوه بالموضوع. فبالتالي لو انت بتاجلي عشان الرضاعه لا هو مش هياثر. لو بتاجلي عشان خايفه من الاحساس لا مش هياثر. طب السؤال بقى يا دكتور علاء، انا عارفه ان هم هيسالوه برده. هو انا هشيله بعد فتره معينه واضطر ان انا اعمل تاني ريدو للسيرجري كلها واعمله تاني، ولا ده معايا مدى الحياه؟ بصي، هو الكلام ان انا اشيله كان الموضوع بيقعد 10 سنين، والكلام ده بقاله تقريبا 15 سنه بقى خلص دلوقتي. في الموضوع بيفضل لايف لاستنج، وفي يعني في شركات بتدي ضمان اب تو 80 سنه على السيليكون انه مش هيحصل له مشكله. اوكي. ده الماتيريال الجديد. الماتيريال الجديد اللي هو دلوقتي بقى الحاجه اللي اسمها سموس. كان قبل كده بنشتغل من كام سنه ماتيريال اسمها ميزمو. الميزمو كانوا بيدوا ضمان 30-40، دلوقتي لا السموس بقى بيعدي التارجتس كلها، فمش محتاجه انك تغيريه، يعني هتعيشي بيه طول حياتك من غير اي مشاكل. من غير اي مشاكل خالص. طب تصغير الثدي بقى يا دكتور علاء، اعتقد ان برضو النسبه اللي بتيجي تشتكي من الموضوع ده اقل شويه من الفئه الاولانيه اللي احنا اتكلمنا عليها. بصي، هو تصغير الثدي الفئه العمريه بتاعته بتبقى مختلفه عن فئه تكبير الثدي. اشمعنى بقى؟ التصغير الثدي الفئه العمريه بتبقى في الثلاثينات وطالع، يعني في الفئه بتاعه التكبير بتبقى اقل من 30 معظم الناس، يعني في الرينج ده. بس طبعا في كل قاعده شواذ يعني، بس انا بتكلم تصغير الثدي. واحده رضعت وبدا الصدر يكبر قوي، فبدات الموضوع بقى مضايقها، وهي محتاجه انها تحس بنفسها اكتر. أوكي. وبالذات لو واحده اصلا من نص التحتاني بتاعها قليل، فبالتالي حجم الصدر فوق لا طبعا شكله مش لطيف ابدا. فبالتالي لا بتلجا لجراحه تصغير الثدي. طب ده ازاي بقى بنعملها ازاي؟ بصي بقى، هو جراحه تصغير الثدي على حسب مقاسات كتير قوي. عرض الكتف، على حسب بعد الهاله، على حسب درجه الترهل، على حسب الموضوع. بس هو الموضوع كليا جراحي. أوكي. يعني ما حدش يقول لي اشفط دهون من الصدر، لا هو الموضوع يعني كليا جراحي. شفت الدهون لو في حاله ان انا عندي مشكله في المنطقه تحت الباط، او ان الصدر شويه مرفرف لبره. لكن منطقه الصدر كلها، لان الصدر بيتكون من جلد وانسجه لبنيه ودهون، يعني الموضوع ملوش علاقه ان انا ادخل اشفط دهون وبس من الصدر. لا لا، الصدر بتاع الستات لا ما ينفعش فيه شفط الدهون، لازم جراحه. التدخل الجراحي بقى على حسب دايره حوالين الحلمه، بصغر شويه على حسب درجه الترهل درجه اولانيه. محتاج دايره وانزل تحت بخط، محتاج دايره وانزل تحت بخط، وبعدين شكل الهلب من تحت. أوكي. كل ده على حسب درجه الترهل وبعد الهاله، محتاج ارفعها مكانها قد ايه. طب احنا الانسرشن بتاعنا او التدخل بتاعنا، في ناس كتيره او في سيدات كتيره بتقول طب ما هو هيبقى فيه سكار، هيبقى فيه ندبات، انا مش عايزه ده يبان. بنحلها ازاي بقى؟ بصي بقى، هو مبدئيا احنا بنعمل جراحه تجميليه. فاحنا بنبقى حريصين قوي على ان حتى لو في سكار يبقى سكار بشكل هيزي قوي ومش باين، مش مزعلها. تاني حاجه، السكار حتى لو موجود بيبقى تحت الحلمه من تحت، يعني لو هي لابسه برا او لو لابسه بيكيني هو الجرح مش باين. والجرح غالبا في الصدر ما بيبانش ابدا وهي واقفه، بيبان دايما لو هي تنام على ظهرها. اوكي. وبيبقى طبعا السكار لحامل جلد في بعضه، لازم نكون منطقيين ان في خط موجود. بس الخط بيتعمل دلوقتي تكنيكس جديده قوي ان هو يبقى باين قوي، خط يعني خط رفيع قوي. يعني عمري ما عملت تصغير صدر لحد وزعل، ما كانش الجرح هو اللي مزعله، بالعكس هو كان ساتسفايد جدا وسعيد باحساسه المختلف. ان يعني طبعا راضيين عن شكلهم. طبعا طبعا طبعا. طب انت اكيد برضو يا دكتور علاء بتقول لهم ايه كده، ورقه ارشادات لازم تعملي كذا لازم تعملي كذا، بتقول لهم ايه بقى بعد السيرجري او بعد العمليه؟ ما هو على حسب اني سيرجري احنا عملناه. يعني زي لو تكبير الصدر وحاطين امبلانت، اوكي، بنبقى شويه ريستريكشنز في اول شهر في موضوع الرياضه او موضوع شيل الحاجات الثقيله، لكن بعد كده لا بتتعامل عادي. اوكي. طبعا مثلا لو نزلت الجيم بعديها بقد ايه؟ بعد شهر مثلا بتبقى الدنيا كويسه. ونبدا حاجات بسيطه في الاول، وبعد كده نبدا نلعب اللي احنا عايزين نلعبه بعد كده براحتنا خالص. بالنسبه لتصغير الصدر اسبوعين ثلاثه وتعيش حياتك تماما، لان مفيش امبلانت، مفيش حاجه محطوطه تحت العضله، فما لعبتش في حاجه، فما عنديش مشكله في اي حاجه ثانيه خالص. طبعا انا بنصح دايما اي بنت حتى لو هنعمل او مش هنعمل يعني سيرجري في البريست، البرا دايما لازم تفضل ملبوسه حتى في اوقات الراحه.
ما نسيبش الجاذبيه تشد الدنيا لتحت قوي عشان يفضل الشكل اللي هي حباه بالظبط. حتى لو مش عامله حاجه يعني، اي بنت بنصحها او اي ست بنصحها يا ريت تلبسي برا حتى لو انت صدرك كويس. أوكي. حاولي تحافظي عليه بانك دايما رافعاه. يعني ده لكل البنات اللي بتتفرج علينا، اي حد حتى لو هنعمل او مش هنعمل مش مشكله. انا بتكلم في انها لما تسيب صدرها دايما الجاذبيه، الجاذبيه طبعا بتشد الحاجه لتحت، فبالتالي هتعمل لي مشكله على المدى البعيد. للحديث بقيه ان شاء الله، وحضرتك نورتني النهارده يا دكتور. حبيبتي ربنا يخليكي. انا ربنا يخليكي، مشكوره. شكرا جزيلا يا فندم. بشكر دكتور علاء اللوندي، استشاري جراحة التجميل، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا وعضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله.